أهلا بكم مشاهدينا الكرام في استوديو الآن على شاشة أكسترا نيوز. يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، حيث أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ريباكوف عن قلق بلاده مما أسماه بمحاولات الابتزاز من قبل الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى نيل تنازلات من روسيا في مجال الاستقرار الاستراتيجي. وتابع أنه في حال استمرت الولايات المتحدة في الخروج من جانب واحد من الاتفاقيات الدولية، ستتخذ روسيا تدابير ردية بما فيها تدابير ذات طابع عسكري، خاصة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الصادم عزمه الانسحاب من معاهدة أساسية حول الأسلحة النووية. للمزيد حول التوتر الذي تشهده روسيا مع الولايات المتحدة في عدة قضايا أيضا، ينضم إلينا ضيفنا الأستاذ عاطف سعداوي، الخبير في الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك أستاذ عاطف. ويعني وزير الخارجية الروسي سوف يلتقي بجون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي. العنوان الرئيس لهذا اللقاء هي فكرة مناقشة هذه الاتفاقية المبرمة منذ عام 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا حول يعني هذه المعاهدة. برأيك يعني هل بالفعل بتنسحب الولايات المتحدة من كل هذه المعاهدات حول الأسلحة مع روسيا؟ يعني بالتأكيد هناك ملفات عديدة، يعني ليس فقط ملف المعاهدة، ولكن ملف المعاهدة يبقى هو الملف الأبرز لزيارة جون بولتون إلى موسكو. المعاهدة كما ذكرت حضرتك هي وقعت سنة 87 أثناء زيارة غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي السابق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ووقع وقتها هذه المعاهدة مع رونالد ريغان، وهي كانت إذانا يعني أو إعلانا رسميا بنهاية الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الاتحاد السوفيتي. طبعا يعني هناك كانت ضغوط كثيرة على الولايات المتحدة للانسحاب من هذه المعاهدة، وأعتقد أن الموضوع أيضا مرتبط ربما بأسباب داخلية مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر ما هو مرتبط بالعلاقات الثنائية بين روسيا وبين بين أمريكا. ما هي يعني هذه الأسباب الداخلية؟ بنتكلم يعني تحديدا على انتخابات بعد التجديد النصف، التجديد النصف الكونجرس اللي هي الشهر اللي جاي، احنا بنتكلم على فترة وجيزة جدا، فبالتالي دي تحولت لنقطة رئيسية في الانتخابات الأمريكية المقبلة. بنتكلم على كمان طريقة تفكير مختلفة لإدارة ترامب، بنتكلم ودي النقطة الأهم على تأثير الأشخاص في صناعة السياسة الخارجية الأمريكية. هنا بنتكلم تحديدا على جون بولتون، يعني أنا عايز أوضح أن دي مبادرة جون بولتون تحديدا، يعني الانسحاب من المعاهدة، الانسحاب من هذه المعاهدة. ليه جون بولتون تحديدا؟ جون بولتون أثناء خدمته في الإدارة الأمريكية في الإدارات المتعاقبة اللي فاتت كان طول الوقت هو من أكثر المعارضين لفكرة معاهدات الحد من انتشار الأسلحة، سواء الأسلحة التقليدية أو الأسلحة النووية. مش كده بس، يعني جون بولتون من شهر تقريبا أو من شهرين جاب مساعد لي يتبنى نفس وجهة النظر اللي هو اسمه توم موريسون. توم موريسون هو يعتبر نائب جون بولتون في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وهو المسؤول عن معاهدات الانتشار لحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل. توم موريسون أثناء إدارة أوباما على سبيل المثال لعب دور كبير جدا في تغيير وجهة نظر أوباما. يعني أوباما بدأ فترته الرئاسية بإعلان إن هو هدفه الحد من الأسلحة النووية وتحويل العالم إلى عالم خالي من الأسلحة النووية، وانتهى بتخصيص جزء من الموازنة الأمريكية لإعادة بناء الترسانة النووية الأمريكية، وكان الفضل ده في ده يرجع لتوم مورسون. توم مورسون جابه من شهرين بس بولتون مساعد لي أو نائب له في مجلس الأمن القومي الأمريكي. جون بولتون بيلعب دور ربما دور غير تقليدي، يعني مش مرتبط يعني بالدور التقليدي لمستشار الأمن القومي الأمريكي. الدور التقليدي لمستشار الأمن القومي الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية هو أن يكون منسق ما بين القيادة السياسية أو البيت الأبيض تحديدا وبين أجهزة المخابرات. جون بولتون خرج برا الدور التقليدي ده، او بيحاول يخرج برا الدور التقليدي ده، بحيث انه بقى اصبح يصنع سياسات. فبالتالي ولكن هذه السياسات هل برضا الرئيس الامريكي ام لا؟ دي نقطة في منتهى الاهمية، يعني خلينا نفرق هنا بين الرئيس الامريكي وبين بعض الادارات الامريكية. يعني في معارضة صريحة للمبادرة دي، مبادرة الانسحاب من الاتفاقية دي، من وزارة الخارجية ومن البنتاغون، وكان في اجتماع المفترض يعقد النهاردة في البيت الابيض بين ممثلين الخارجية والبنتاغون، واجل بسبب انه في خلاف مش قادرين يوصلوا لوجهة نظر. فبالتالي بنتكلم على جهتين امريكيتين رئيسيتين بيعارضوا هذه الاتفاقية، وهم البنتاغون ووزارة الخارجية. لكن موقف الرئيس الامريكي هنا ربما
حركته أهداف انتخابية. يعني هو جون بولتون طول الوقت بيحاول يقنع ترامب أنه يتبنى وجهة النظر دي، لحد دلوقتي ترامب متبنيها لكن أعتقد لأسباب انتخابية بحتة. يعني لأسباب تختلف عن أسباب بولتون بكل تأكيد، ولكن المصالح هي اللي تلاقت يعني. بكل تأكيد، لأنه ترامب احنا عارفين كلنا أنه ترامب دخل الانتخابات وهو عنده هوى روسي، وده ربما أزعج أجهزة كتير في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بنسميها مؤسسات الدولة العميقة، وبالتالي مورست عليه ضغوط كبيرة وتسبب في الإضرار بالرئيس الأمريكي شخصيا بكل يعني. تأكيد. وبالتالي هو مستقبله على المحك، والانتخابات انتخابات التجديد نصف الكونجرس اللي هي بعد يعني الشهر اللي جاي هتكون حاسمة في تقرير مستقبله. فبالتالي أشياء كثيرة أصبح دلوقتي يفعلها ترامب لا تتلائم مع توجهاته ناحية روسيا، فبالتالي يعني التهديد بعزله والمقصلة الروسية على رقبته خلته يمشي في اتجاه ربما معارض لكثير من التوجهات الروسية، وده على عكس قناعاته اللي دخل بيها الانتخابات الأمريكية. فبالتالي موضوع الانتخابات القريبة نعم، ولكن في هذه النقطة أستاذ عاطف، يعني فكرة الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة، يعني إذا كان الرئيس الأمريكي في بدء الأمر كان له هوى روسي بعض الشيء، ولكن يعني أثبت بعد ذلك أنه يعني فرض عقوبات على روسيا، يعني هناك مشاكل كبيرة بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بعدة ملفات، أوكرانيا، انتشار الصواريخ في أوروبا، الوضع السوري، الوضع الإيراني إلى آخره. يعني هو أبدأ يعني شكل من أشكال العداء لروسيا في مواقف كثيرة. لماذا هذا الموقف؟ لماذا المعاهدة بالذات؟ يعني هل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة يعني مثل هذه المعاهدة تؤثر فيها كثيرا؟ يعني هذه انتخابات داخلية بكل تأكيد هي انتخابات داخلية، لكن مستقبل ترامب نفسه مرتبط بهذه الانتخابات. نعم، يعني هو أثبت مرارا وتكرارا أنه العلاقة مع روسيا ليست على ما يرام، يعني ليس في حاجة أيضا إلى الانسحاب من هذه المعاهدة. بكل تأكيد، لكنه في قمة هلسنكي على سبيل المثال اللي كانت في شهر 7 اللي فات، عندما التقى الرئيس الأمريكي الرئيس الروسي بوتين وخرج بعدها في مؤتمر صحفي وبدا من لهجته أنها لهجة تصالحية تجاه روسيا، وأنه هو يعني غير مقتنع بالتدخل الروسي في الانتخابات، انقلبت الأمريكية عليه وقامت الدنيا عليه ولم تقعد، وانخفضت شعبيته بشكل كبير، وأصبحت وقتها استطلاعات الرأي التي أجريت على إمكانيات عزله أو إقالته وصلت إلى حدها الأقصى، فهذا مثل أيضا قيدا عليه. وبالتالي يظل موضوع التدخل الروسي قضية كبرى مؤثرة في توجهات ترامب تجاه روسيا، وبالتالي كثير مما يفعله ربما يبدو مرتبطا بهذه النقطة. وبالتالي أعتقد هنا أنه مثلا لو نجا ترامب من مسألة عزله، ولو قدر له أن يدخل الانتخابات المقبلة ويفوز فيها، أعتقد أن سياساته في الولاية الثانية تجاه روسيا ستختلف كثيرا عن سياساته الحالية، لأنه وقتها سيكون يعني محررا. هذه السياسات هي سياسات تأمينية لعدم عزل الرئيس والوصول أيضا إلى ولاية ثانية. بكل تأكيد هذا محرك، يعني لكي لنختزل أيضا القضية في موضوع الانتخابات ومستقبل ترامب، هذا هو أحد المحركات. لكن هناك أيضا أهداف أخرى، يعني عندما يتحدث ترامب عن هذه القضية، أو عندما يتحدث جون بولتون عن هذه القضية، أن المسألة ليست فقط اتفاقية بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، هذا هو المعلن، لكن هنا يوجه ربما الرؤية لطرف ثالث مش موجود في المعاهدة، لكن هو ربما يكون هو المعني بالانسحاب منها. هنا نتحدث تحديدا عن الصين، يعني الصين، الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت ترى في الصين الآن هي المنافس ربما الرئيسي. الصين لفترة طويلة ظلت تعمل تحت راية لو بروفايل، يعني العمل في صمت، العمل في صمت بالتحديد، العمل في صمت، الاستحواذ على الاقتصاد العالمي في صمت والآن الاستحواذ ربما على قدرات عسكرية ضخمة. وهي بالفعل تطور من قدراتها العسكرية كثيرا بكل تأكيد. فبالتالي الولايات المتحدة الآن أصبحت ترى أن الصين أصبحت تطلق قدرتها، وأن هذه المعاهدة حدت من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تطوير أسلحة وصواريخ تحديدا. هي المعاهدة مرتبطة بنوعين من الصواريخ، صواريخ كروز والصواريخ البالستية اللي هي بيتم إطلاقها أرضيا، والتي يتجاوز مداها من 500 كيلومتر إلى 5500 كيلومتر. فبالتالي أصبحنا هنا نتحدث عن أن المعاهدة من وجهة نظر أمريكية حدت من القدرات الأمريكية، لكن روسيا اخترقتها أكثر من مرة. وهنا تحدثت أمريكا عن تجارب روسية عديدة لأنواع كثيرة من الصواريخ، وبالتالي كانت ترى أن روسيا. هذا الكلام هو خارج من الولايات المتحدة، يعني هل هو صحيح؟ هذه وجهة النظر الأمريكية بكل تأكيد، هنا أتحدث عن وجهة النظر الأمريكية التي ربما بلورها
جون بولتون في انها لابد من الانسحاب منها، انه هو قال ان روسيا لم تلتزم بالمعاهده وتنتهكها كثيرا وطورت كثيرا من الاسلحه، وتحدث عن نوعين من الصواريخ تحديدا، وتحدث عن ان هناك طرف ثالث لم يدخل المعاهده، وبالتالي هو في غنى عن الالتزامات التي فرضتها على الطرفين، واصبح يطور قدراته بشكل كبير. طيب، وهنا يتحدث عن الصين. الاتهامات في هذه النقطه متبادله استاذ عاطف، يعني تتحدث الولايات المتحده عن تطوير روسيا فئه جديده من الاسلحه وتخصيص اموال لتطوير اسلحه مضاده، روسيا تعترض على تطوير امريكا لطائرات بدون طيار، طائرات هجوميه ونقل منصات اطلاق من نوع MK-41 من السفن الى البر كما حدث في رومانيا وبولندا. يعني الاتهامات في هذا الصدد متبادله، اذا انسحبت الولايات المتحده من المعاهده يعني روسيا ايضا من حقها ان تنسحب وتطور ما تشاء من اسلحه. بكل تأكيد، لكن هنا ربما يعني وجهة النظر الأمريكية في هذا الصدد أن روسيا لا تلتزم بالفعل 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 هي تنتهك وهي تطور، لكن أمريكا المعلن من وجهة نظرها أنها هي تلتزم بما توقعه من اتفاقيات، لذلك ترى أن وجود مثل هذه الاتفاقيات يحد من قدرتها على مواكبة ما تجريه روسيا ومواكبة ما تجريه من الصين، فبالتالي هنا تتحرر من أي التزامات تعاقدية قد تمنعها أنها تجاري روسيا والصين تحديدا في هذا السباق التسلح الذي يبدو أنه سينطلق من جديد. لكن الأجواء بشكل عام ربما تخدم ترامب وتخدم إدارته في أن يعيد أجواء أو يعيد روسيا إلى مكانة العدو التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا ربما ما يرضي المؤسسات، مؤسسة الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية التي شنت عليه ربما حملة كبيرة، وكان موضوع الانتخابات هو مجرد شعار. ولكن هناك من يرى أن هذه المؤسسات العميقة في الولايات المتحدة ترى في الصين الآن عدو أكثر من روسيا. بكل تأكيد يعني، لكن يظل في النهاية روسيا لا يمكن تحييدها كعدو. صحيح، يعني وهذا ربما ما أزعجها يعني عندما دخل، ولكن هناك أولويات في الأخطار يعني. بكل تأكيد وفي النهاية بيصنف الاثنين في نفس الفئة. يعني هو بيصنف دائما أنها ليست من فئة الدول الحرة، ليست فئة الدول الديمقراطية، هو بيصنف الاثنين أنهم في نفس المعسكر، وبالتالي النظر إليهما أو وضعهما في نفس المعسكر يعني أن الرؤية الأمريكية تجاه روسيا والصين ربما تكون رؤية واحدة، أن هذا هو عدو القديم وهذا هو العدو المستجد، لكنه الذي لا يختلف كثيرا عن العدو القديم من وجهة نظر الولايات المتحدة. ما الذي سوف يقوله مستشار الرئيس الأمريكي في روسيا؟ يعني هذه اللقاءات ما الهدف منها؟ هو يعني من وجهة نظري ليس مهما ما سيقوله جون بولتون، لكن مهما ما سيسمعه. يعني لو استطاع، هل هو ذهب لروسيا كيستمع أم كيقول؟ هو ما يريد أن يقوله قاله بالفعل، يعني التلميحات الأمريكية للانسحاب من من هذه المعاهدة معروفة، والجانب الروسي استقبلها بمخاوف وتحذيرات وتهديدات، وبالتالي هل سيقنع الجانب الروسي بالبقاء في هذه المعاهدة أم سيفشل في هذه النقطة؟ هل الجانب الروسي سيستخدم سياسة الإقناع أم سياسة التهديد؟ يعني اعتقد انه ليس في مكان للتهديد، اعتقد انه ربما سياسه الاقناع، لانه لو كان سياسه التهديد ما كان جون بولتون زار موسكو حاليا، خاصه ان احنا نتحدث عن ملفات عده ونتحدث عن اتفاقيات اخرى، لانه هو الاخطر ليس هذه المعاهده، نحن نتحدث عن معاهده ربما اخطر بكثير وموعد تجديدها اقترب، هي معاهده الاسلحه الاستراتيجيه، الاسلحه النوويه الاستراتيجيه، وهذه معاهده وقعت بين الولايات المتحده الامريكيه وبين روسيا في 2010 وموعد تجديدها في 2021، والآن أصبحنا نتحدث عن تهديدات أيضا بالانسحاب من هذه المعاهدة، فبالتالي الموضوع أخطر بكثير من الاتفاقية المزمع الانسحاب منها حاليا، لأنها متعلقة بالأسلحة قصيرة المدى ومتوسطة المدى وليست الأسلحة الاستراتيجية، فبالتالي المسألة أعقد بكثير، وبالتالي هنا سيعتمد على قدرة روسيا على إقناع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن هذا الملف ربما يرتبط بملفات أخرى، وبالتالي هنا يعني نستبعد فكرة التهديد، لأنه الملف مرتبط بملفات أخرى، يعني إذا كان لأمريكا مثلا يعني يد السبق في هذه القضية وهي التي تهدد بالانسحاب، روسيا لديها أوراق أخرى للضغط، وأعتقد أيضا ستكون مطروحة، يعني وهنا أتحدث تحديدا عن الملف السوري، أتحدث عن الملف الإيراني، فهذه أوراق تمتلك فيها موسكو اليد، حتى ملف كوريا الشمالية، حتى يعني ملف كوريا الشمالية بالتأكيد. فبالتالي هذين الملفين تمتلك فيهما موسكو اليد الطولة، يعني هناك رغبة أمريكية مثلا في إبعاد إيران عن أي تسوية مستقبلية في سوريا وتحجيم الدور الإيراني، وهذا أعتقد يرتبط بشكل كبير بالرغبة الروسية، فبالتالي أعتقد أن المسألة هنا مسألة أن كل طرف يمتلك مجموعة من أوراق الضغط في ملف من الملفات، وبالتالي أعتقد المسألة مقتنعة مرتبطة بمدى قدرة كل طرف على إقناع الطرف الآخر أكثر من استخدام التهديد التقليدي. طيب، هناك لقاء مرتقب بين بوتين وترامب يمكن في شهر نوفمبر المقبل، أولا من وجهة نظرك هل هذا اللقاء
سيتم وإذا تم ما النتيجة منه؟ يعني هو حتى الآن يعني ليس هناك أي تأكيد أن اللقاء سيتم أم لا. يعني هو كان المفترض أن يتم في الخريف، كان المفترض أن يتم في هذه الأيام، لكن ربما تعقيدات الأيام الملفات الماضية ربما هي ما أجلته. أعتقد أن ذلك سيكون أحد المخرجات الرئيسية من زيارة جون بولتون. يعني أعتقد التأكيد على هذا اللقاء أم إلغاؤه؟ ستتضح الصورة إذا كان سيعقد أم لا. يعني هو حتى الآن حتى جدول زيارات جون بولتون أو جدول مقابلاته ليس أكيدا إذا كان سيلتقي الرئيس بوتين أم لا. يعني ظل حتى هناك تصريحات لا نعلم مدى صحتها أنه خرج من الكرملين، يمكن تصريح أنه الرئيس بوتين لن يلتقي ببولتون. يعني لهذا أقول أن جدول زيارته غير واضح، لأن ربما كان هناك رغبة في لقاء بوتين، ولكن لا أعرف الرد الروسي. يعني حتى أمس لم يكن معروفا جدول زيارته. يعني هو بدأ زيارته منذ مساء السبت، لكن الشق الرسمي فيها بدأ اليوم فقط. يعني فبالتالي هناك كانت تعقيدات في جدول الزيارات ربما يعكس هذا التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية. وبالتالي أعتقد أن مش معروف إذا كانت القمة هتعقد ولا لا، أو مش معروف هتعقد فين. يعني وإن كان أغلب الظن أن لو عقدت ربما تعقد أيضا في هلسنكي. فبالتالي أعتقد أن كل ده مرتبط بمخرجات هذه الزيارة. طيب، وقت الحوار انتهى، ولكن سؤال الأخير لك أستاذ عاطف، هل تعتقد أن زيارة بولتون إلى موسكو ستنجح أم ستفشل؟ يعني هي ملفات متعددة. يعني فبالتالي فيما يتعلق بالمعاهدة، فيما يتعلق بالمعاهدة من وجهة نظر الشخصية أن ربما ستفشل في إقناع، لأني أربطها بأجواء الانتخابات الأمريكية. يعني ربما يتم تأجيل الموضوع أو استغلاله في الانتخابات إلى أن تمر هذه الأزمة. يعني إلى أن تمر أزمة، هذا أيضا حل تأجيل الموضوع لحد ما الانتخابات لحد ما الانتخابات تخلص. لأنه يعني أعتقد أن ترامب مع التلميح دائما بالانسحاب منه بكل تأكيد. فبالتالي ستستغل أغراض انتخابية إلى أن تنتهي هذه القصة، ويضمن ترامب وقتها مستقبله أو أنه سيكمل على الأقل فترته الأولى. فربما تظل المسألة مروحة بين الطرفين إلى أن تنتهي قصة الانتخابات. شكرا جزيلا لك على هذا التحليل الأستاذ عاطف سعداوي، الخبير في الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا لحضورك. ما زلنا معكم مشاهدينا نتابع الأحداث لحظة بلحظة من خلال استوديو الآن على شاشة إكسترا نيوز. شكرا للمتابعة.